أهلا بكم من جديد. تختم اليوم الأربعاء الجولة الثالثة لدوري الأبطال الآسيوي في المجموعة الرابعة الشباب الإماراتي، يستضيف الهلال السعودي والغراف القطري يواجه بيروز الإيراني. في المجموعة الثانية الاتحاد السعودي وبنياس الإماراتي في جدة، وبختكور الأوزبكي مع العربي القطري في طشكند. وإذا كان الأهلي السعودي قد بدأ في عزف لحن الفوز اليوم في دبي، فإن مواطنه الهلال في دبي أيضا يأمل في ذلك عندما يواجه الشباب الإماراتي الشباب أمام الأندية السعودية في التاريخ. عبدالله درويش. 6 لقاءات رسمية جمعت الشباب الإماراتي بالفرق السعودية على مستوى البطولة الخليجية وبطولات القارة الآسيوية، خسر في 5 وتعادل في لقاء وحيد. الأولى نهاية ديسمبر 91 في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في الدوحة القطرية أمام الهلال، خسرها بهدف نظيف سجله يوسف جازع. لقاء الشباب الثاني كان أمام الهلال مطلع 92، هذه المرة في مسقط خلال بطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري، انتهى سلبيا بلا أهداف. ثالث اللقاءات جمعه أمام الفريق الذي يحمل اسمه في السعودية، وانتهى للشباب السعودي بهدف نظيف سجله فهد المهلل. اللقاء كان عام 92 في بطولة الأندية الخليجية في الرياض. في البحرين كتب التاريخ 4 مواجهة للأخضر الإماراتي مع الفرق السعودية أمام أهلي جدة في بطولة الأندية الخليجية، خسارة جديدة بـ3 أهداف لهدف. المباراة الخامسة في ذهاب مجموعات دوري أبطال آسيا أبريل 2009 أمام الاتفاق في الدمام، الشباب يخسر بـ4 أهداف لهدف. تتكرر النتيجة ذاتها في اللقاء السادس وفي إطار لقاءات إياب دوري المجموعات أمام الاتفاق في دبي بـ4 نقصتهم تماما من التأهل إلى الدور الثاني. الشباب الإماراتي خاض 3 لقاءات ودية أمام الفرق السعودية، جميعها كانت في بطولة الرياض الودية 2011، فاز بـ2 على الاتفاق والهلال، وتعادل أمام التعاون بـ2 لكل منهما. عبدالله الدرويش، العربية. وفي الاستوديو يلتحق بنا الآن كابتن عبد القادر حسن لاعب نادي الشباب السابق وأيضا المنتخب الإماراتي. أهلا كابتن. يا حياك الله. شو لعبت كابتن من هالمباراة اللي قلناها؟ نصها. أول مباراة قدام الهلال 1-0 كان بلنتي. يوسف من اللي جازع. سجل يوسف جازع. ها؟ نعم. جيدنا يوسف جازع. والثانية مع المهلل أيضا سجل عليك، أنت كنت الحارس في المباراة. المهلل في بطولة التعاون 93. واضح إنه الشباب الإماراتي ما لحظ ضمام الفرق السعودية. ولا مباراة الآن في المباريات الودية ماشي حالنا كويس. المباراة الأخيرة ودية كمان. ماشي حالنا كويس، إن شاء الله تتغير الصورة. طيب شنو هذا ممكن نقدر نقيس عليها لمباراة اليوم؟ لا طبعا صعب اليوم، احنا كل الفرق الموجودة سواء في الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي وصلوا للثلث الأخير من الدوري، يعني من الناحية البدنية من ناحية التركيز كل الأمور أعتقد اليوم في صالح في اللعبة نفسها. نشاهد مباراة قوية بين الفريقين، صحيح أن هناك غيابات يمكن تصب في مصلحة الشباب اللي هو غياب احسن لاعبين وسط في الفريق اللي هم فيلن ويفا صانع الالعاب. نعم. وحيدروف، لكن هناك في عناصر الفريق الشباب يعتمد على الجماعيه في الاداء. فيلن ويفا كابتن تاكد الغياب بشكل اكيد 100% حتى الموسم القادم والخمسة وستة اشهر عمليه. كابتن طيب، هو كان اللاعب كان يدير الشباب الحقيقه في وسط الميدان، ما في شك، ونجح معه في الوصول الى المركز الثاني الان في الدوري، والفريق كان يفوز بجهود كبيرة منه. أكيد هو مع وجود مهاجمين أيضا في الأمام كانوا بشكلون، لكن غيابه اليوم أكيد مؤثر بالنسبة لصناعة اللعبة. هو اللاعب اللي إحنا نقول إحنا نسميه الساحر في فريق الشباب دائما. هو من يعطيك الكرة اللي تقدر تسجل منها هدف بارتياح. صحيح. اللاعب اللي فردك مع حارس المرمى مع الشبكه وتصنع اهداف، ايضا هو قادر على التسجيل ايضا في بعض الاحيان، اللي يملك المراوغه في اماكن ضيقه خاصه منطقه يقدر يكتسب ضربات جزاء. صحيح. يحاول يحصل على بعض الفورات على منطقه الجزاء، وهذه من الكرات الثابته اللي تعتمد عليها جميع الفرق حتى على مستوى العالم تعتمد على الكرات الثابته. نعم كابتن، مستوى الشباب الاماراتي في الدوري المحلي ومستوى الهلال في الدوري السعودي، انت متابع في الجهتين اكيد، كيف شايفهم؟ الشباب الحمد لله خاصة في الدوري عندنا ماشي بشكل جيد. الفريق مثل ما قلت لك مستقر في الناحية في ناحية الأداء، قد يخفق في مرة ما يزال عنده أمان في الدوري كبيرة. هناك في فرق 9 نقاط مع العين، هناك 5 مباريات، ولكن الشباب يمكن مثل ما قلت لك يعتمد على الجماعية في الأداء، يعتمد على سيستم معين، مهما غاب لاعب يدخل أي لاعب مكانه يكون يؤدي نفس الدور اللي يؤدي. وش الاختلاف اللي صار بين شباب الموسم الماضي اللي ما كان كويس وشباب الموسم هذا؟
الموسم الماضي الشباب كان كويس، ما كان فايز ببطولة الاتصالات، كان رابع الدوري. لكن نتكلم على أداء داخل الملعب، السنة هذه قدم أداء ممتع وجذاب. السنة يمكن يعني استقرار النادي على الجهاز الفني للمدرب بنميجو مع اللاعبين الأجانب الموجودين مع إضافة كييزا في المرحلة الأخيرة، أعتقد أعطى نوع من الارتفاع المستوى في نوع ما. اللاعبين المواطنين على مستوى الدوري ارتفع وأداء اللاعب المواطن، الأداء الفردي للاعب المواطن ارتفع، والشباب كان له حظوظ أنه يملك عناصر شابة من اللاعبين المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول. صحيح كابتن، وجود هشك في الهلال وهو اللي يعرف الكرة الإماراتية جيدا أكيد راح يخدم الهلال؟ اكيد يخدم الهلال، وايضا احنا نعرف طبيعه هشك ايضا في في الشباب. تسوون فيفا زي ما سويتوا في مارادونا؟ لا، هذه حادثه مختلفه عن يعني ما نبغى نخوض فيها، لكن هاي الحادثه يعني يمكن وجهت لاتجاه اخر. لاحظ مارادونا، وجهت الجماهير الشباب، لاحظ مارادونا في كل مبارياته، يعني هذه يمكن ما حد ذكرها، ولازم لو نرجع للدوري الإماراتي كل مبارياته القوية اللي يخوضها مع الفرق المنافسة لما يخسرها تلاقي يعمل أي يحول الاتجاه نحو حدث آخر مع كوزمن، المصافحة اللي رفضها وعمل اتجاه آخر للمباراة عن الخسارة مع خلنا في مع الأهلي مع كيكي، خلنا في هشك عشان ما زعل مع بعض. لا، هشك من المدربين لا تكلم على مارادونا، كيف خلى برا مارادونا، كنا نعشقه ونحبه، ولكن في أشياء لازم الواحد يتكلم فيها. خلنا في هشك أحسن. هشك من المدربين المتميزين في الدوري، قدم مع الأهلي يمكن الموسم هذا ما خدمته الظروف في بداية الدوري، يمكن خسارة الأهلي في بطولة التعاون من قبل الشباب اللي هو الغريم للأهلي هي اللي قصمت ظهر هشك، لكن هشك من المدربين اللي أعشقهم، متميز في أدائه، متميز. كابتن، آخر مباراة للشاب الإماراتي إذا أراد المنافسة عليه أن يفوز على الهلال، أكيد قادر بعد سداسية بيروزي. تختلف هذه المباراة عن هذه المباراة، تختلف وضعية المباراة. أنا يمكن ذكرت في مرة أن طموح الشباب هو اللي خسر الشباب المباراة. الشباب داخل مباراة بيروزي يحاول أنه بعد خسارته نقطتين في على أرضه من الغرافة كان يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في بيروزي، ويملك القدرة. خسر في الشوط الأول ببداية بشوط بهدف، دخل الشوط الثاني بهدف ثاني، بعض اللاعبين فقدوا التركيز، اخطاء حارس المرمى كانت قاتله واضحه في المباراه اللي فتح الجول. شاهدنا حتى حارس النصر اليوم الهدف الاول مع الاهلي كان يعني تسبب فيه في خروجه الخاطئ لخارج منطقه الجزاء، برغم انه في مدافع كان ممكن يعني هنا تركيز حارس المرمى. اعتقد حارسنا في مباراتنا مع البيروزي يتحمل الجزء الاكبر من المباراه. نعم كابتن، بنرجع نتكلم عن مباراة بنياس أيضا والاتحاد الإماراتي. قبل ذلك الزميل محمد القناص التقى تشيكي هشك مدرب الهلال الذي أكد غير مرة على القتالية. مباراة الشباب الإماراتي أمام الهلال السعودي، اللقاء مهم، سنلعب أمام فريق قوي ومنظم ويقاتل داخل الملعب، لذا قمنا بالاستعداد الجيد لهذه المباراة من جميع النواحي، وسنحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبت في المباريات السابقة. ما يهمني الآن هو الفريق ككل، بغض النظر من حضر من اللاعبين أو غاب. الهلال كتلة واحدة يلعب كمجموعة متكاملة، خاصة إذا كان منافس الشباب الإماراتي، لذا لابد من القتال بروح الفريق من أجل الفوز. لدي في الفريق 20 لاعبا، لا يوجد هنالك بند في عقد أي لاعب يشترط وجوده أساسيا في تشكيلة الفريق. لا يهمني اسم اللاعب، ما يعنيني إمكانياته وقدراته التي يفرضها في التدريبات، وما أراه خيارا تكتيكيا في المباراة. في الجانب الآخر، يعرف الإماراتيون أنها الفرصة الأخيرة للتمسك ببلوغ الدوري الثاني أمام العسلي. مباراة أمام بيروزي مؤلمة جدا لنتيجتها الكبيرة والتي انتهت بسداسية، وظهرنا بشكل سيء في موسم يعتبر جيد لنا. سنحاول تدارك هذه النتيجة لأننا نعمل بشكل جاد لتعويض ذلك، ونعلم قوة الهلال وسنعمل جاهدين للفوز على الفريق السعودي، لا سيما وأن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، وقد تكون فرصتنا الأخيرة لتحسين حظوظنا في التأهل إلى الأدوار المقبلة. هدفنا الأول والرئيسي في مباراتنا أمام الهلال السعودي هو أن نمحو الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في مباراته الآسيوية الأخيرة أمام بيروزي في إيران والتي خسرناها بسداسية، وأن نظهر بالصورة الجيدة التي كنا عليها منذ بداية الموسم ونكمل مشوارنا في البطولة الآسيوية. أنا سعيد جدا لمواجهة المدرب الهلالي، لكن الأهم أن نحقق نقاط المباراة كاملة على أرضنا هنا في الإمارات. شوف، فريق الهلال ما يختلفون عليه، هذا قدوتنا من الأندية الخليجية، يعني على مستوى القارة هذا نحن نتعلم من نادي الهلال.
البطولة اللي خذناها في رمضان كانت بطولة ودية وكانت يعني بطولة إعدادية للفرق لبداية الموسم. فأتصور الهلال فريق يضم عناصر يعني كويسة على يعني أغلى، يمكن بضرب لك أقرب مثال إن تقريبا للاعبين المنتخب السعودي من كذا سنة يمكن 90% من فريق الهلال. أتصور فريق ما يختلف عليه اثنان، يقدم كرة حلوة، عنده مدرب على مستوى عالي، تصور مدرب الهلال عارف فريق الشباب. ففي النهاية الفاصل الميدان. في جدة أيضا مواجهة سعودية إماراتية ثالثة، الاتحاد يستضيف بني ياس الإماراتي. ديما محمد السائح كتبت عن القادمين من بني ياس. في الصباح يستفيق لاعبو بني ياس الإماراتي برغبة إزاحة الخيبة في لقائهم المرتقب أمام اتحاد جدة. الاستسلام غير وارد، ليس بعد الحلول في المركز الثامن بالدور المحلي ورصيد 19 نقطة والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي رغم توديع كأس رابطة الدور المحلي من دور المجموعات. فريق بني ياس استعد وتدرب لأجل تغيير المصير. تجديد النفس بدأ من قائد الدفة الأرجنتيني كالديرون الذي انضم إليهم في ديسمبر العام الماضي خلفا للبرازيلي فييرا إثر النتائج السلبية للفريق بداية الموسم، بالإضافة إلى التخلص من الفرنسي ديفيد تريزيجيه الذي لم يتمكن من هز شباك المنافسين رغم تكلفته المادية العالية التي تمثلت بمليوني يورو. كتاب التاريخ يشير إلى عدم الاستسلام، فقد تمكن بني ياس من احتلال وصافة الدوري الإماراتي الموسم الماضي وهو الذي صعد إلى دور المحترفين موسم 2009 بعد غياب استمر لأكثر من 4 سنوات. نبض الفريق يتمثل بمقاتليه أبرزهم الآيفوري سنغهور برصيد 21 هدفا، وإلى جانبه ياستي الذي هز الشباك 6 مرات هذا الموسم. ضرب الفريق زلزال هزه بوفاة لاعبه ذياب عوانة بحادث مروري تعرض له في العاصمة الإماراتية أبوظبي. زملاؤه في الفريق ما زالوا يحاولون الاستفاقة من كابوس رحيله بحلم التأهل الآسيوي للمرة الأولى وحجز بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية. ديما محمد السائح، العربية. كابتن عبد القادر، يعني اتوقع انه بني ياس موقف صعب امام اتحاد جده. اكيد الفريق الاتحاد من الفرق اللي لها تاريخ في هذه البطوله. نعم. فاز بالبطوله مرتين، الفريق قدم مباريات جيده، الان حتى في الدوري كسب، قدر يكسب الاهلي في اخر مواجهه 1-0. نعم. على ملعبه، هاي تعطي ايضا دافع معنوي في هذه المباراه، والان يلعبها على ملعبه وبين جماهير، وعنده رصيد نقاط جيد في الجولتين الماضيه. اكيد انا اقول يعني هي اصعب مواجهتين للفرق الاماراتيه الاسبوع هذا، رغم النصر والاهلي خساره النصر، هي كانت الاتحاد ما بين ياس الشباب مع الفريقين يواجهون اكبر فرق في الدوري السعودي تاريخا. انا اتكلم على يعني الهلال عنده اكثر من 50 بطوله، الاتحاد حقق بطولتين في الاسيويه، يقدم نجوم كبار موجودين. الان مستوى تحسن عن بدايه الدوري، بدا يقدم مستوى، وهي بطولته يعني يعني احنا نقول متعود عليها ويحس ان هذه مربوطه بالاتحاد. بني ياس يحاول بعد يمكن البدايه الصعبه في الدوري حاول يستفيق في الكاس في الدوري الإماراتي، يمكن في المباراة الأخيرة أمام العين راح بعض العناصر الأساسية بالنسبة له، مثل أبو زيد، مثل يستي، مثل حب يريحهم للمباراة. نعم. مثل عامل حساب الاتحاد. صحيح. على البني ياس ما يتهور أو ما يندفع في ملعب الاتحاد حتى يقدر يستطيع، لان بني ياس يملك 4 نقاط، محتاج لو نقطة من الاتحاد أعتقد تساعده في طريقه في الثاني. كابتن كالديرون مفيد وجوده، وهو اللي بقى في الاتحاد السعودي 11 شهر اكيد غير في بني ياس، غير الشيء في شكل الاداء، في تدوير، حتى تدوير اللاعبين. أيه. بدا يغير حتى مراكز بعض اللاعبين الاستفاده من امكانياتهم، والفريق يملك عناصر شابه صغيره ممكن اي مدرب يقدر يشكلها بالطريقه اللي هو يحتاجها. خبره موجوده وهدف موجود كويس، فوزي بشير صانع لعب ممتاز، سنغهور ايضا يسجل في كل وقت، سنغهور لاعب. أيه. ممتاز في الكرات العاليه. ممتاز جدا في الكرات في المساحات، يقدر يشتغل بشكل جيد ايضا. فوزي فوزي يمكن مستواه متراجع في الفتره الاخيره، يمكن الشيء اللي افتقده بني ياس مباراته يمكن عامر عبد الرحمن اللي هو صانع اللعب وميزان وسط الملعب، هذا اللي يفتقده. لكن بني ياس ايضا يفتقد السرعه في التحول من الدفاع للهجوم، وهي مع الاتحاد تعمل مشكله. نعم، حتى الان الفرق السعوديه تكسب الجوله امام الاماراتيين، من اللي انت مأمل فيه من الفرق الاماراتيه انه يرجح او يساوي الكفه؟ مباراة الشباب والهلال ولا مباراة بني ياس والاتحاد؟ بالطبيعي ان مباراة الشباب والهلال انها تقام على ارض الشباب وبين جماهيرهم، وهذه الفرصة ان احنا نقول دائما اللي يحب يتأهل لازم اول شيء يكسب المباراة اللي على ملعبه.
من ثم قدرت تكسب على ملعبك تبدا تصدر قوتك للخارج، ممكن تعمل استراتيجيه اخرى بكسب نقطه من الخصوم، لان الفرق كلها قويه وما في فريق ضعيف في هذه المجموعات. يعني الشباب هو امل الاماراتيين، امل اكيد امل الاماراتيين في الاسبوع هذا في الجوله هذه في هذه الجوله. كابتن انت عندك ذكريات ايضا مع الكره السعوديه والفرق السعوديه، شنو اجمل هدف سعودي تسجله في مرماك مع المنتخب او مع النادي؟ والله ما عندي ذكرى وايد، لكن يمكن اصعب هدف دخل مرماي في الدوري في كاس الخليج 88 اللي في الرياض، اللي تعادلنا فيها 2-2 مع السعوديه في الدقائق الاخيره من اللي جاب عبد الله غراب ولا ماجد؟ عبد الله غراب، ماجد سجل الهدف الاول، عبد الله غراب سجل الهدف. انا كنت في البطوله هذه كابتن، لكن كنت مع الاطفال المدارس حمله اعلام. لا احنا ما شاء الله اعطيك الصحه والعافيه. شاركت فيها ايضا انا بطوله التاسعة في الرياض. شكرا. شفت شارك باي في بطولات، شارك كمتعاون كعلاقات كلاعب، لها طعم لها مدى. السعوديين كابتن في ذيك البطوله 2-0 تقدمتم الشوط الاول، والله راحت علينا في اللحظات الاخيره. اللي هم من البطولة ما راحت لا للسعودية ولا الإمارات، راحت للفريق العراقي. راحت العراق. شكرا جزيلا لك. فرصة سعيدة أن أتعامل معك وتواجه مع المقدم المتميز مثلك. الله يطول عمرك. راح نلتقي إن شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. قبل مباراة الاتحاد وبنياس أيضا تحدث الاتحاديون فقالوا راح نركز أكثر، نعطي كل ما عندنا، نحاول نسعد في جمهورنا، جمهور نادي الاتحاد طبعا. ان شاء الله انت عارف الاتحاد في الاسيويه غير طبعا، وان شاء الله نقدم المستويات اللي ترضي فيها طموحنا وطموح جمهورنا ان شاء الله. بالعكس اللاعب محمد نور تعرف لاعب كبير وله مكانه في الفريق، وان شاء الله البديل حيكون حيدي ان شاء الله الاشياء اللي طلبها منه المدرب ان شاء الله. هذه المقابله الحمد لله الحين احنا نتمرن يعني بجديه لهذه المقابله هذه، نتمنى من الله ان يكون حلفنا الحظ ان شاء الله ونفوز بثلاث نقاط ان شاء الله. انا تشافيت يعني 100%، نتمنى ان نكون عند حسن ظنهم يعني في المقابله واقدم الاضافه للفريق ان شاء الله. تركيز اكثر بالنسبه للنادي الاتحاد وجماهيره ومحبينه له كاس اسيا وكاس الملك، يعني يمكن كاس اسيا هي البطوله المحببه للنادي الاتحاد، فاتوقع ان راح نلعب مباراه مهمه، عندنا ظروف شوي صعبه غيابات، لكن تمرس الاتحاد وخبرته في البطوله هذه ان شاء الله انه قادر نتجاوز هالمباراة إن شاء الله. إحنا نلعب مع المنافسين أتوقع من وجهة نظري المباشر على بطاقة التأهل الأولى لو بنياس، فحال التجاوز إن شاء الله يكون قطعنا مشوار أكثر من 50%، ما يقارب أكثر من 50%. ولاعب بنياس أيضا تحدثوا للزميل همام العسلي قبل مغادرتهم إلى جدة. كل احترام للاتحاد، فريق كبير وفريق غني عن التعريف ويمتلك عناصر جدا، عناصر كبيرة وعناصر مؤثرة، لكن احنا جايين ويعني مصممين نطلع بنتيجة إيجابية. سنلعب بشكل جيد لأننا نحترم الاتحاد كونه فريق جيد، ونحن نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة ولكننا سنقاتل فيها بقوة حتى نحصل على النقاط. غياب محمد نور وسام المولد بدعا الإصابة ريحكم كثير؟ والله نفس ما أنت عارف، يعني محمد نور لاعب كبير يعني، وكل واحد يتمنى أنه يلعب وياه صراحة، يعني مو مباراة احنا صراحة انا اقول يعني خسارة، ان احنا كنا يعني نتمنى انه يكون موجود في المباراة عشان نستمتع، ولكن الحمد لله على كل حال. والله جمهور الاتحاد يخوف كثير صح، بس بعد نحن كلاعيبة يعني داخلين هالبطولة وان حسب يعني نمتع الجمهور بعد، يعني من غرضنا نحن كلاعيبة بعد ان الجمهور يستمتع، حرام الجمهور يحضر يعني جمهور الاتحاد ولا جمهور بنياس وما يستمتع في المباراة، ان شاء الله الفريقين يقدمون مباراة حلوة ويستمتع الجمهور. أعتقد فريق الاتحاد فريق كبير في قارة آسيا، والكل يعرف فريق الاتحاد، هذا تعتبر فريق الاتحاد من أحب البطولات، فريق الاتحاد البطولة الآسيوية. أكيد الحاضرين لهالمباراة بنقابل فريق قوي منافس للبطولة، إن شاء الله نطلع في هالمباراة بنتيجة تكون مرضية للفريق بنياس إن شاء الله. أعتذر، كان هذا الزميل أحمد الراقي وليس همام العسلي. همام بعد الفاصل وسنقول آنذاك. كالديرون للعربية تعجبني العقلية العربية، والاتحاد قوي بلا نور.